بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في الدرس الماضي أتممنا ولله الحمد جزء من قصة موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى. الله سبحانه وتعالى وعد موسى عليه الصلاة والسلام 30 ليلة، ثم بعد هذا قال وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعد موسى عليه الصلاة والسلام إنزال التوراة عليه، وموسى عليه الصلاة والسلام أتى إلى هذا الموعد وترك قومه وتعجل حتى يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال الله سبحانه وتعالى، نعم، قال هم أولئك على قبل. وما أعجلك عن قومك يا موسى. سأله الله سبحانه وتعالى عن سبب استعجاله أنه جاء عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بقومه، فسأله الله سبحانه وتعالى ما سبب هذا الاستعجال، لماذا جاء موسى عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بقومه كما أمره الله سبحانه وتعالى. نعم. وما أعجلك عن قومك يا موسى عليه الصلاة والسلام. قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. هم أولئك على أثري، يعني سيتبعونني سيلحقونني، وعجلت إليك ربي لترضى. أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالعبادة في أول وقته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحزم في أموره، لأن عندما تأتي بالعبادة في أول الوقت أنت قد أتيت بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاستبقوا الخيرات وسارعوا لمغفرة من ربكم. ولأن الإنسان قد يؤخر، يمرض أو يفاجئ شيء، أو مثلا يأتيه شاغل يشغل عن هذا. قال وعجلت إليك ربي لترضى. الله سبحانه وتعالى أخبر موسى عليه الصلاة والسلام أن قومه قد عبد منهم أناس العجل. نعم. فقال قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله سبحانه وتعالى امتحن هؤلاء، وقدر الله سبحانه وتعالى عليهم أن هذا الرجل السامري نظر عندما أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون وقومه، نظر في أثر عند جبريل عليه السلام، فأخذ هذا التراب فتنة، نسأل الله السلامة. وهم بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر كانوا قد استعاروا شيئا من الذهب من القبط، فجمعوا عندما خرج موسى عليه الصلاة والسلام جمعوا هذا الذهب لأنه ليس لهم. وسبحان الله، يقول ابن القيم رحمه الله أن الحسنة قد تدخل النار والسيئة قد تدخل الجنة. الحسنة قد تدخل النار، قد، ليس كل الحسنات، والسيئة قد تدخل الجنة. هؤلاء الآن جمعوا الذهب، خافوا من هذا المال الذي ليس لهم، جمعوه، فعندما جمعوا هذا المال الذهب ليس لهم أخذه السامري وسولت له نفسه نسأل الله العافية والسلامة، ووضع شيء من أثر الرسول جبريل عليه السلام، وصنع لهم عجل وصنع فيه تجاويف، فأصبح له صوت خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إذن الحسنة ما هي؟ هي أنهم خافوا من هذه الأموال التي ليست لهم، الذهب،
لكن الشيطان سول لهم وقعوا في الشرك الأكبر. والسيئة قد تدخل الجنة، إنسان يذنب ذنب واحد ثم يذهب ويسأل ويتحرى ويبدأ ويعبد الله ويصلي ويصوم ويحج، دائما يراقب هذا الذنب، فكان هذا الذنب سبب لدخول الجنة. ليس معنى هذا تذنب، لا، بل دائما لابد أن العبد يكون بين الخوف والرجع. قال فإنا قد فتنا قومك، والله سبحانه وتعالى ابتلاهم في هذه الفترة القصيرة التي خرج موسى عليه الصلاة والسلام عن قومه، نسأل العافية والسلامة، عبدوا العجل. نعم، قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال موسى عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة. لم يتصور موسى عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأمور التي حصلت وبعد هذه الآيات الظاهرة الواضحة التي حصلت لهؤلاء، الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون وقومه أمامهم ورأوا هذه الآيات وبعد هذا يعبدون العجل. استعظم موسى عليه الصلاة والسلام، غضب عليه الصلاة والسلام وحق له أن يغضب، وحزن حزن شديد، وجاء إلى قومه وجدهم يعبدون العجل، نسأل الله عليه وسلم. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. واحدة واحدة من الأول. نعم، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم. وفي سورة أخرى أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح، لم يتصور أن هؤلاء يعبدون العجل. طيب، ثم بعد هذا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وحد الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء بالتمكين والنصر في الأرض وإنزال التوراة وما إلى ذلك. نعم، أفطال عليكم العهد. أفطال عليكم العهد يعني هذه المدة التي خرج موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا أكثر المفسرين أن خرج إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ثم حصل منهم ما حصل. نعم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، يعني ما الذي حصل، يعني لا أنها بمدة طويلة، ولا أن هذا يعني أنتم تريدون استعجال العذاب، نسأل العافية والسلامة. نعم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. نعم، فقالوا أن السبب هو ما ذكرنا، أنهم حملوا، يعني كان معهم عندما خرجوا من مصر نسوا أن معهم هذه الذهب الذي استعاروه من القبط، فخافوا من هذا الإثم فجمعوا هذا الذهب ثم سولت نفس السامري له وصنع العجل. نعم، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، يعني هذا ليس بإرادتنا. نعم، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها. نعم، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أنهم قالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام نسي لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا هو الإله. نعم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. كيف بعد هذه الآيات وبعد أن موسى عليه الصلاة والسلام يعلم هؤلاء وأنقذ
وكان هو سبب لإنقاذ هؤلاء من التعذيب ومن فرعون، بعد هذا يعبدون العجل. والله سبحانه وتعالى هو ذو الأسماء والصفات العلى، والله سبحانه وتعالى لابد أن الرب يكون له صفات الكمال، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة نقص وعيب، فكيف يعبدون هذا العجل الذي لا يتكلم؟ الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما، والله سبحانه وتعالى بيده جلب المنافع ودفع المضار، كيف يعبدون هذا العجل الذي لا ينفع لا ضر بل هو مخلوق؟ نعم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به. أيضا هذا ليس لهم بعذر أنهم يعبدوا العجل لأن السامري صنع لهم هذا العجل. أيضا الله نبي موسى عليه السلام قد أوصى هارون قال واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فهارون عليه السلام نصح هؤلاء وعظ هؤلاء وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، لكن نهوا عن هذا وكادوا يقتل هارون عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن ربكم الرحمن، وإن ربكم الرحمن الذي له الأسماء والصفات، الذي سبحانه وتعالى بيده جلب المنافع ودفع المضار، وأن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تعبد من دون الله. فاتبعوني وأطيعوا أمري. نعم، كما فعل كما أوصاه موسى عليه الصلاة والسلام، لكن ما امتثلوا لأمر هارون عليه السلام بل أرادوا قتل هارون. نعم عليه السلام. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم، فعندما رجع موسى عليه الصلاة والسلام، نعم، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن؟ يعني لماذا، قال له موسى عليه السلام، لماذا عندما رأيت هؤلاء ضلوا بعبادة العجل لماذا لم تأتني وتلحقني وتخبرني بما عليه القوم؟ هم نسأل العافية والسلامة، عندما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وأبقى عليهم هارون عبدوا العجل، فهارون يقول لو خرجت أنا في اتباعك لا أدري ما يحدث هؤلاء، أيضا أنت أوصيتني بأن أبقى معهم وأصلح قدر المستطاع، فأنا صنعت الذي أمرتني به وخفت أن يحصل أكثر مما حصل، فهم نسأل الله العافية والسلامة لم يحترموا حاضرا وهو هارون، ولم يحافظوا على غائب وهو موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. أفعصيت أمري، هو لم يعصي أمره بل هو صنع الذي أمره به موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هو أخوه الشقيق من أبيه ومن أمه، لكن عندما غضب موسى غضبا شديدا أراد هارون أن يهدئ هذا الغضب عن موسى عليه الصلاة والسلام، فذكره بأنه ابن أم، هذه الأم التي خرجنا أنا وأنت من بطن واحدة، طبعا ليسوا توأم هم، لكن هي أم واحدة ومن لبن واحد، ثم أن موسى عليه الصلاة والسلام في أول الأمر طلب من الله سبحانه وتعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال هذه الأخوة أريد أن تتذكرها لي الآن ولا تغضب علي، أنا صنعت الذي أمرتني به. نعم. قال يا ابن أمة، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهو حافظ على هذا الأمر وبقي معهم ونصحهم لكن لم ينتصحوا. نعم. قال فما خطبك يا سامري. في السورة الأخرى عندما بيّن له هارون هذا
دعا موسى عليه الصلاة والسلام، وقلنا هذا من عادته عليه السلام أن موسى عليه الصلاة والسلام في كل موضع يدعو الله سبحانه وتعالى، وهنا دعا قال رب اغفر لي ولأخي. نعم. قال بصرت بما لم يبصروا به، بصرت بما لم يبصروا به، وهذا فيه أن العبد قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يجد شيئا أو يرى شيئا مثلا، وقد يكون هذا فتنة له اختبار. وأضرب لكم مثلا، عمرو بن لحي خرج عن جزيرة العرب وجد الأصنام فجرها إلى أين؟ إلى مكة. ما علاقة هذا بالأصنام؟ أدخلها إلى بيت الله الحرام، فكان الجزاء من جنس العمل على ما سيأتي معنا في السامري. عندما أدخل عمرو بن لحي ولم يترك الأصنام بل أدخلها إلى جزيرة العرب، قال يجر أقتابه في النار، نسأل العافية والسلامة. كما جر الأصنام إلى جزيرة العرب كان الجزاء من جنس العمل، يجر أقتابه في النار، نسأل العافية والسلامة. كذلك هذا السامري عندما رأى أثر الرسول جبريل عليه السلام، فتنة واختبار. ما علاقة السامري بهذا الذي يعني يطأ حافر الفرس جبريل عليه السلام؟ ما علاقته بهذا؟ وبعض الناس اليوم قد يفتح باب شر على الإسلام والمسلمين، والله ينظر إلى أشياء ويقول لا كان هنا كذا مثلا، ويفتح باب شر، مثل ما كان من بيعة الرضوان الحديبية، عندما بايع الصحابة رضوان الله عليهم تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، حتى الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع الشجرة، الذين بايعوا تحت الشجرة اختلفوا، الأشجار كثيرة كانت، فجاء البعض وقال لا هذه الشجرة نتبرك فيها نتمسح بها. لماذا؟ يعني بعض الناس اليوم والله هو من أهل مكة، يسكن في مكة ويعرف أن بمكة أفضل ماء على وجه الأرض وهو زمزم، ولو كان هناك أفضل من زمزم على وجه الأرض لغسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ والأحاديث الواردة والآيات وكذا في زمزم، يعني كل مسلم يعني في الغالب يعرف هذه الأحاديث، وطعام وطعم وشفاء وسقم وزمزم لما شرب له وكذا، صح؟ وبعد هذا يخرج بعض الناس من مكة إلى بعض الأماكن يقول لا في ماء مبارك. لماذا نترك اليقين إلى الشك؟ وهؤلاء نسأل العافية والسلامة. يعني العبرة يا أخواننا من قصة السامري أنهم تركوا اليقين وهو عبادة رب العالمين ورجعوا إلى عبادة العجل، نسأل العافية والسلامة. كيف يعبدون عجل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين. نعم. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها. نعم، من أثر الرسول أي جبريل عليه السلام. نعم. وكذلك سولت لي نفسي، وكذلك سولت لي نفسي. وفي قصة قال في قصة ابني آدم عليه السلام قال فسولت فطوعت، وهنا قال فسولت، فطوعت أصعب، يعني جلس فترة يفكر. هنا سولت أمر سهل، أخذ التراب وألقى على هذا، خرج له صوت قال هذا إلهكم. نعم. قال هذا الذي حصل. نعم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. أن العقوبة له أنه ترك ولم يقتل موسى عليه السلام، بل تركه، وكانت العقوبة الجزاء من جنس العمل، كما أنه مس شيئا لم يؤمر بمسه كذلك هو لا يمس أحد ولا أحد يمس. أن تقول لا مساس يعني أي أحد لا يقترب مني ولا أقترب منه. نعم. وإن لك موعدا لن تخلفه. إذن عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، نسأل العافية والسلامة. نعم.
وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا. انظر إلى هذا العجل الذي زعمت أنت ومن معك أنه رب وإله، هل يستطيع أن يدفع عن نفسه؟ فماذا صنع به موسى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. في قراءة أخرى لنحرقنه، لا تعرفها، لنحرقنه إما أنه يحرق بالنار أو أنه يبرد حتى يسحق يكون، مفهوم؟ نعم. فبرد هذا العجل وأحرق بالنار ثم ألقي في الماء، وهذا دليل أنه ليس برب، وهذا الواجب في كل ما يعبد من دون الله من أصنام وما إلى ذلك، أنه يفعل بها هكذا حتى لا تكون ذريعة إلى أن تعبد من دون الله بعد هذا. ولهذا كسر عليه الصلاة والسلام الأصنام، نعم، التي كانت تعبد. نعم، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد بحق، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله أعلم. بهذا انتهت قصة السامري، لكن أهم المواضع التي لابد أن نتنبه لها، لأن هناك قلنا بعض الناس يشغل اليوم المشاهدين على ما يقولون في وسائل التواصل، يشغلوهم بأشياء يعني تبعد عن القصة وعن الشاهد. الشاهد الآن هنا في قصة السامري أن المسلم لابد أن يتحرى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصنع أشياء في الدين لم تصنع، لأنه قد يكون رأس في ضلالة. يعني السامري لم يخطر على باله أنه سيكون رأس في الضلال، وكذلك علماء الضلال الذين جاءوا في القرون يعني المتأخرة، مثلا الجعد والجهم، وهؤلاء لم يخطر يوما على بال الجعد أو الجهم أنه سيكون رأس لفرقة ضالة. فأنت انتبه، لا تتكلم، لا تأتي بأشياء لم تسبق إليها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقول كل بدعة ضلالة. نعم، نكتفي بهذا المقدار في قصة السامري، وننتقل الآن إلى قصة قارون، نعم، في سورة القصص. نعم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إن قارون، وعندما يذكر قارون تتذكر ماذا؟ إذا قالوا لك قارون تتذكر ماذا؟ تتذكر التكبر والترفع وكفر النعمة، نسأل العافية والسلامة. نعم، إن قارون كان من بني إسرائيل أو من قوم موسى؟ لماذا كانت الآية إن قارون كان من قوم موسى ولم تكن الآية إن قارون كان من بني إسرائيل؟ الأول أن هذا من النعم، أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا قارون أن يكون من قوم موسى عليه الصلاة والسلام. حتى نحن الآن، والله أخواننا، من النعم التي لا تعد ولا تحصى أن الله سبحانه وتعالى اختارنا بأن نكون أتباع لهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أفضل أمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أول من يدخل الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول ما يدخل من الأمم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة لابد أن تقابلها بالشكر. فهذا قارون من الله سبحانه وتعالى عليه بأن كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا موسى عليه الصلاة والسلام من الله عليه بأن حماه الله سبحانه وتعالى من الذبح والقتل، صح؟ وحمي من أعدى الأعداء له، فرعون، تربى في بيت فرعون، لكن قابل هذه النعمة، لأن نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أنت استعبدت هؤلاء القوم، وماذا، رجل واحد تربيه وأنت تستعبد قوم، ماذا صنعت لهؤلاء؟
موسى عليه السلام قابل هذه النعمة بأنه كان يدافع عن بني إسرائيل، ولهذا عندما جاءه الرجل من بني إسرائيل وتخاصم مع القبطي وكزه موسى عليه الصلاة والسلام ولم يقصد قتل هذا القبطي فمات. إذن هذا قارون لم يقابل هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه أن كان من قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وكان الأصل أن يدافع عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن دعوته، وكان عليه أن ينصر من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام، لكن قابل النعمة بالكفر. وسيأتي معنا إن قارون كان من قوم موسى فبغى، يعني تجبر وترفع وتكبر عليهم وكفر النعمة، نسأل الله والسلام. نعم. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. لم يوصف المال بل وصفت يعني مفاتيح الخزائن. إذا مفاتيح الخزائن لا يقدر عليها العصبة، قالوا إما 7 أو 9 أو 10 لا يستطيع عليها، فما بالك الأموال والخزائن، يعني شيء مهول في هذا الزمن. نعم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. كيف؟ الفرح أمر مطلوب، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ما هو؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ماذا؟ ما المقصود هنا؟ إيش الآيات اللي قبلها؟ القرآن. المقصود هنا القرآن. نعم. طيب، لكن الفرح المذموم هنا الفرح الناتج عن الترفع والتعلي والإعجاب بالنفس الذي أصله يعني الغرور والتكبر، نسأل الله السلام. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. نعم. من كانت هذه حاله؟ نعم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. نعم. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني قالوا له هذه الدنيا دار زوال، الدار التي فيها إقامة الباقية هي الدار الآخرة. عندنا دارين، دار فناء ودار بقاء، فالدار هذه الدنيا يعني فانية، لكن ابتغي فيما أتاك الله من هذه النعم الدار الآخرة حتى تبقى لك هذه الدار الآخرة وأنت فيها منعم. نعم. ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني لا نضيق عليك أنك لا تصنع ولا تستمتع بشيء من أموالك في هذه الدنيا، لكن فيما أباح الله، فيما أحل الله بدون إسراف وبدون ترفع. نعم. وأحسن كما أحسن الله إليك. أحسن في عبادة الله، ثم أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك. إذن هذا ليس منك، هذا من الله سبحانه وتعالى، ذكروا بهذا. نعم. هل تذكر؟ نعم. ولا تبغي الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، الإفساد في الأرض إما إفساد حسي أو إفساد معنوي. نعم. بترك أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. إن الله لا يحب المفسدين. الله سبحانه وتعالى يحب المصلحين. نعم. قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا نسأل العافية السلامة كفر للنعمة باللسان، فالكفر بالنعمة بالعمل لا تبغي الفساد في الأرض، والكفر باللسان قال هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. بعض الناس تسأل من أين لك هذا؟ سليمان عليه السلام فلما رآه مستقرا عنده عرش بلقيس وصل إليه في طرفة عين، ما قال هذا بجدي واجتهادي وبسلطاني وزرائي وحاشيتي ومملكتي وما عندي وكذا،
فلما رآه مستقرا عنده مباشرة قال هذا من فضل ربي، قطع كل شيء إلا أن ينسب هذه النعمة إلى الله سبحانه. هذا من فضل ربي ليبلوني، علم أن النعمة ابتلاء وينقسم الناس فيها إلى قسمين مؤمن وكافر، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا سليمان عليه الصلاة والسلام، وهذا قارون كفر هذه النعمة بالقلب وباللسان وبالجوارح، وقال هذا يعني لي وأنا محقوق به على علم من الله أني له أهل. نعم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. لأنهم جحدوا نعم الله سبحانه وتعالى، وكان عندهم أكثر من هذا من أموال وعتاد وعدة وكذا. نعم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم. فخرج على قومه في زينته. يقول الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته، يعني في أكمل زينة، وعلى ما يقولهم في أكمل يعني أبها. وتخيل أنت يخرج هذا مع هذه الأموال والحاشية وكذا، خرج على قومه في زينته يعني أكمل ما يكون لديه من إظهار هذه الزينة. نعم. انقسم الناس الآن هنا إلى قسمين عندما رأوا هذه الزينة وهذا الملك وهذا كذا، انقسموا إلى قسمين. ابن حجر العسقلاني شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني كان في مصر، وابن حجر هو قاضي وإمام، وكان يعني لديه مال. فخرج يوما، يقول الراوي، يقول خرج ابن حجر في موكبه في أبهته، واعترض هذا الموكب يهودي فقير ومعدم وثياب رثة وكذا، اعترض الموكب وأمسك يعني بابن حجر وقال له، قال يزعم نبيكم عليه الصلاة والسلام أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كيف وأنت في هذه الأبهة وأنا في كذا، يعني من أن ثياب رثة وفقير، كيف يقول تكون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وأنت في هذا النعيم وهذه الأبهة وهو هذا اليهودي في هذا الجحيم؟ قال له ابن حجر على الفور، قال له إذا دخل أهل الجنة الجنة نسأل الله من فضله، رأوا كل نعيم في الدنيا أنه سجن، لا شيء، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا دخل أهل النار النار نسأل الله في السلامة، رأوا كل يعني جحيم في الدنيا أن هذا كان في الدنيا هو جنة، فأسلم اليهود. فهذا خرج في أبهتي في هذا الملك وكذا، انقسم الناس إلى قسمين. والآن نريد يعني ننظر ماذا قالوا قبل وماذا قالوا بعد، ولهذا لابد أننا في الفتن في الحديث عن الدنيا في كذا لا نسمع لكل ناعق، لا نسمع لأي أحد، لابد أن نسمع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم. فالناس الآن انقسموا في قسمين عندما رأوا هذه الزينة التي خرج فيها قارون. نعم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا صحيح إذا كانت هي دنيا فقط، صح، إذا كان ليس هناك آخرة، نعم هذا هو النعمة والنعيم، إذا كانت هذه دنيا فقط لا يوجد آخرة، لا يوجد جزاء، لا يوجد حساب. الله سبحانه وتعالى قال أن الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت إيش، كيف لحياتي، طب هو أين الآن، يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الحياة هي الآخرة، هذه الدنيا ليست فيها حياة وليست فيها سعادة. نعم. ولهذا قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إذن هذه دار شقاء ليست دار سعادة. نعم.
الذين يريدون الحياة الدنيا فقط قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لأنهم نظروا إلى الظاهر، نظروا إلى الدنيا إلى متاعها، لم ينظروا إلى الآخرة وأن الدنيا هي دار عمل. نعم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لمن آمن يعني قول وعمل واعتقاد، اعتقد ثم نطق ثم عمل بهذا، عمل بهذا، هذا له السعادة في الدنيا وفي الآخرة حتى وإن كان فقيرا. نعم. ولا يلقاها إلا الصابرون. قال ولا يلقاها، هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، وما يلقاها إلا الذين صبروا. صبروا على ماذا؟ صبروا على طاعة الله حتى تؤدى، الصبر على الصلاة والصيام، وصبروا عن معصية الله حتى تجتنب، وصبروا على أقدار الله سبحانه وتعالى. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. فخسفنا به وبداره الأرض. نسأل العافية والسلامة. يقول ابن القيم رحمه الله كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به. فرعون تقدم معنا، قدم محبة إيش؟ السلطان. قال وهذه الأنهار تجري من تحت، جعلها الله تجري من فوق، عذب بسلطانه. قارون افتخر بهذه الأموال، صح أم لا؟ عذب بماله. ولو تنظر في أن الجزاء يقول العلماء من جنس العمل، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة، النائحة هي التي ترفع الصوت عند المصيبة، تصيح تدعو بالويل والثبور وكذا. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، الذي فيه نسأل العافية والسلامة جرب لا يستطيع أن يضع شيئا على جسده، فكيف يضع لباسه شيء؟ فهي في الدنيا عندما لم تغطي المصيبة بالصبر غطى الله سبحانه وتعالى نسأل العافية والسلامة مصيبتها بمصيبة أخرى. ولهذا يقول العلماء عندهم قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، والدليل ما هو؟ فكلاً أخذنا بذنبه، كل من قدم محبة شيء على محبة الله عذبه الله به، وكل من قدم خوف من شيء على خوف من الله خوفه الله به، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم. إذن لا يمكن أن نقدم محبة شيء على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. نعم. إذن كان هلاك هذا المتكبر والطاغية الذي جحد نعمة الله سبحانه وتعالى، عذب بماله والجزاء من جنس العمل، نسأل العافية والسلامة. نعم. الآن انقلب حال الذين تمنوا مكانه بالأمس، أما العلماء بقوا على ما هم عليه، ولهذا لابد من الرجوع إلى العلماء الربانيين لأنهم يرجعوا إلى نصوص الكتاب والسنة. نعم. لا يعلمون الغيب قطعا، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. أقسام بيد الله سبحانه، أرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، يبسط ويقدر يعني يضيق على بعض الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم وقدر على هذا التضييق الرزق، فهو ها
هذا الخير لهذا وهذا الخير له أن يبسط له في رزقه. نعم. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. لماذا؟ لأنهم شاركوا فرعون في ماذا؟ في التمني أن يكون يتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون. نعم، نسأل العافية والسلام. ولهذا لابد أن نقتدي بالصالحين، نقتدي بالأئمة، بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، الصحابة، السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. ويكأنه لا يفلح الكافرون. نعم، والله لا يفلح من كفر وجحد النعمة. ويقول بعض العلماء إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يزيدك من النعم ماذا تصنع؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال بعض العلماء ما استجلبت النعم بأكثر من الشكر. تريد النعم تأتيك اشكر، كيف الحال؟ الحمد لله. من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. كيف الأجواء؟ تقول الحمد لله. كيف الرئيس؟ تقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا من فضله، لا نطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال نعم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الدار التي فيها المقام وفيها يعني سعادة العباد والتي يعني فيها ما أعد الله سبحانه وتعالى المتقين، نسأل الله من فضله، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ الذين لا يريدون علوا، هذا أولا. وأخذنا في قصة فرعون أنه علا في الأرض وأفسد، لا يريدون علوا يعني لا يريد مناصب ولا يريد يمدح ولا يريد كثرة مشاهدات ولا غيره، ولا فساد، يريد الإصلاح. ولهذا في قصة موسى عليه السلام عندما جاءهم الرجل وقال لهم، قال أتقتلون موسى أو أتقتلون رجلا؟ ها؟ لماذا؟ لماذا لا يقول لهم أتقتلون موسى؟ صح؟ ما يعرفوا، لماذا لم يقول لهم لماذا تقتلون موسى؟ قال لا، أتقتلون رجلا؟ لأنه لو قال أتقتلون موسى عليه السلام كأنه يقول هذا ينادي بأن يرتفع هو، يكون موسى هو المعروف. قال هو ما ينادي لنفسه، هو ينادي إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا الغلام في أصحاب الأخدود قال للملك، قال إن أردت قتلي ضحى بأغلى ما يملك، يعني من أغلى ما يملك، عرفت؟ لماذا؟ حتى يدخل الناس في دين الله. إذن هو يهتم أن يرتفع؟ لا، هو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الميزان، أن في هذه الدنيا إذا ما أراد العلو ولا الإفساد قال والعاقبة للمتقين. إذن لابد في الأول الأمر امتحان واختبار. ولهذا قال، سئل أحد السلف يعني هل يمكر للرجل أو يبتلى؟ قال ما يمكن يمكن له حتى يبتلى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الذين جعلوا بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية فعل الآمر اجتناب النواهي. اللهم اجعلنا منهم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.